الكريمة ذكرى يوم الطالب 19 مايو 56 900 والألف التي انتفض فيها طلبتنا الجزائريين. سلحون والمرشد بالقسم أن يحفهم برعايته وأن يكلأهم بحفظه وأن يجعلهم خير خلف. يعني قدما تقرأوا الكتاب سنجدكم في 1967. نحن كطلبة جزائريين نستلهم في هذه المناسبة للمضي قدما وكذلك تطوير الجزائر نحو جزائر جديدة إن شاء الله. الشيء الذي أستلهمه من هذه الذكرى هو أني اكتسبت لحمة داخلية من أجل هذا الوطن ومن أجل الطالب الجامعي ليكون جزءا بناء في وطنه. نحن نحتفل بهذه الذكرى وسعادة تغمرنا ونستقبل شخصية وطنية التي صنعت الحادث آنذاك، أستاذنا ومجاهدنا ضابط جيش التحرير الوطني الأستاذ طاهر بوزغوب الذي كان ضيفا على هذه المناسبة بولاية برج بوعريج، حضر معنا وأعطى لهذه المناسبة ولهذا الحدث زخما قويا التأم فيه أبائنا المجاهدين والأسرة الثورية مع الطلبة.